ينضم الينا طبعا الزميل حسام سابا من قسم الاقتصاد، حسام 56 مليار دولار نتحدث عن رقم هائل وضخم. اولا كيف وصل هذا الرقم وهل نحن امام خطر يعني انفراد عقد تسلا؟ هلا ليال، وصلنا الى هذا الرقم في عام 2018، كانت تسلا لا تزال شركه خاسره، تخسر 800 900 مليون دولار كل عام. كانت قيمته السوقية لا تتعدى الستين أقل من ستين يعني تقريبا خمسة مليار دولار جاء الاتفاق مع إيلون ماسك الرئيس التنفيذي في ذلك الوقت لن يتقاضى أي راتب سنوي بل سيأخذ خيارات أسهم في حال وصل إلى تارجت معينة أو مستويات مهم. معينة أهم هذه المستويات رفع القيمة السوقية لتسلا خمسين مليار دولار على 12 مرحلة كل مرحلة خمسين مليار دولار للوصول إلى 650 مليار دولار مهم. كقيمة سوقية لتسلا كان الاتفاق أن يصل إلى هذه القيمة خلال عشر سنوات. وصلها خلال ثلاث سنوات. معايير ربحية أخرى بدأت تسلا بتحقيق الأرباح، بدأت بتحقيق الإيرادات، سلمت 900 ألف سيارة كل عام، فوصل إلى هذه المستويات التي تم تحديدها مسبقاً. في صفقة خيالية لم يكن أحد يتوقع أن يصل إلى هذه المستويات بهذه السرعة فاستحق هذا المبلغ اليوم استحق المبلغ تسلا بالبيانات المالية الأخيرة هناك تراجع 30% بسعر السهم تراجع من المبيعات مقابل تقدم لشركات صينية أخرى مبلغ ضخم وبيانات مالية سيئة نوعا ما ما مصير تسلا؟ بالفعل يعني تماما كما ذكرتي آخر ستة أشهر كانت سلبية على تسلا وهذا ما دفع كبار المستثمرين للجوء الى القضاء منهم من الصندوق النرويجي السيادي لمنع هذه الصفقه إيلون ماسك صرح اكثر من مره انه يرغب برفع حصته الى 25% عن طريق هذه الخيارات وهذه المكافاه ليستطيع قياده تسلا في عالم الذكاء الاصطناعي هذه النقطه هل إيلون ماسك ممكن ان ينسحب من تسلا لحساب شركه الذكاء الاصطناعي اكس اي خصوصا وانه يريد ان يطور كثيرا بهذا المجال وايضا الرقائق الالكترونيه ذكرت روان رئيس مجلس الاداره ذكرت ان قالت انه ايلون ماسك لديه اعمال اخرى قد يهتم بها في حال لم تعطوه ما يريده م. هو يعني رئيس شركه سبيس اكس رئيس شركه اكس وهي تويتر سابقا رئيس شركه اكس اي المختصه بالذكاء الاصطناعي الذي بدا ب جمع الاموال لها جمع مئات الملايين من الدولارات بدا بتحويل حتى رقائق الشرائح الالكترونيه التي اشتراها من انفيديا حولها من تسلا الى شركه اكس اي واكس لانه مهتم اكثر بالذكاء الاصطناعي وهناك اشاعات انه قد يفصل وحده الذكاء الاصطناعي التابعه لتسلا في حال لم ياخذ ما يريد وهذا سيكون ضربه كبيره لتسلا أه الاعتراضات الموجوده داخل المجلس هل يمكن ان تمنع ماسك من اخذ يعني هل هي مرجحه بان تمنع ماسك من اخذ مبلغ ال 56 مليار دولار بايجاز هي نسبه تصويت أه حمله الاسهم الافراد هم اغلبيه اكثر من حمله الاسهم الشركات وايلون ماسك يعمل دعايه على تويتر على اكس على اكس يشجع حمله الاسهم الافراد على التصويت لصالح الخطه آه. آه. شكرا لك حسام سابا على وجودك معنا